طلع عبد الله الشريف او طلع في عبد الله الشريف في تسريبه ده طلع لنا شويه فضايح. فضح فنكوش السيسي في صواب محمد نجيب وبين ازاي انه اهدر 16 مليار جنيه من اموال الشعب. وطلع السيسي بعدها بيومين اتكلم. ناس قالت بس لما راح مطروح وقعد قعده عرب قال لك بس هيرد ويتكلم ويقول كل حاجه في البلد. السيسي تجاهل اي حاجه من اللي حصل في البلد. لا رد على موضوع الصواب ولا قال ايه اللي حصل في سيناء في مقر الامن الوطني ولا قال ايه موضوع طياره زامبيا. وقعد قال لنا كلام في المطلق في الهواء الطلق، اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت. طلع بعدها عبد الله جاب تسريب تاني اخطر من التسريب الاولاني وبين اللي حاصل في موضوع صواب اللاهون اللي هي في منطقه في الفيوم، وازاي السيسي اهدر المليارات مش بس في العالمين ده في اللاهون وفي حتت تانيه، مليارات بيتم اهدارها من اموال الشعب ولا حسيب ولا رقيب ولا حد بيقول له انت فين. طلع السيسي اتكلم تاني المره دي بس قلنا هيرد لانه طلع من الاكاديميه العسكريه، قلنا بس هيرد هتعمل ايه؟ اكيد هيكلمنا في حاجه تسكت الالسنه دي كلها. المهم برضه ما قالش حاجه، بس قال شويه تصريحات في كلام مهم لازم نقف معاه. مثلا السيسي كرر نفسه وكرر كلامه اللي ردنا عليه هنا قبل كده، دي المرة 8000 بيكرر نفس الكلام اهو. مصر لم تكن السبب في الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكن الأمر مرتبط بظروف عالمية بدءا من جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي والأزمة الروسية الأوكرانية اللي أحدثت تداعيات كبيرة على الأسعار. مصر لم تكن، لا ما هو أنت مش مصر. الراجل عنده توحد يا جماعة بيقول لك مصر، لا هو شايف نفسه مصر، أنت مش مصر. اتكلم عن نفسك وعن نظامك مش عن مصر. عموما انا عرضت لكم الحلقه اللي فاتت بالارقام ازاي كان وضعنا متدهور اصلا اقتصاديا من قبل كورونا ومن قبل حرب روسيا واوكرانيا، ومفيش داعي اكرر كلامي تاني عشان ما ابقاش زي عبد الفتاح السيسي. لكن حتى لو كنا في ازمه بسبب كورونا فكل الدول في العالم حصل عندها مشاكل وازمات وخلاص خلصوها وطلعوا منها بشكل كبير. ليه؟ لأننا يا حاج مخلصين كورونا من أكتر من سنتين، فمش معقول هنفضل نعيط من كورونا العمر كله ونحملها المشاكل زي ما بتحمل كده ثورة يناير. السيسي قال برضو كلام خطير جدا للي يعاه ويفهمه صح، تصريحه هو مهم نقف عنده. قال مشكلتنا في مصر اقتصادية ولو استطعنا تجاوزها سيساعدنا ذلك في إدارة سياسة خارجية أفضل. الكلام ده مهم جدا 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 جدا. اقروا التصريح ده مرة واثنين وثلاثة ومية وألف عشان تعرفوا معناه كويس. أنا هقول لكم اللي أنا فهمته وأنتوا فكروا. أنا فهمت إن عبد الفتاح السيسي بيبرر للشعب المصري ليه إحنا في دول دلوقتي بتبيع وتشتري فينا، ليه احنا كمواطنين بنتهان في كل حتة وما بنقدرش كدولة تفتح بقها وتعترض ولا تجيب حق مواطنيها، ليه احنا كدولة محورية وكان ليها زعامة المنطقة كلها ما بقيناش كده دلوقتي، ليه فقدنا دورنا في السودان وما بقتش الكلمة كلمتنا، ليه فقدنا دورنا في ليبيا وما بقتش الكلمة كلمتنا، ليه فقدنا دورنا او الجزء الاكبر من دورنا في القضية الفلسطينية، ليه كلمة ما بقتش كلمتنا. كلمة دلوقتي بقت كلمة السعودية والإمارات وقطر تركيا وإيران، وإحنا بقينا بره المعادلة. ليه؟ هتقولي أصل أنت حاقد وعايش بره. لا لا لا، ليه إحنا بقينا كده؟ السيسي بيقول لك، هو اللي بيقول لك مش أنا، لو حلينا مشاكلنا وأزمتنا الاقتصادية هيبقى عندنا سياسة أفضل، لأننا ببساطة دلوقتي وبفضل أفكار عبد الفتاح السيسي وإدارته وسياسته وإنجازاته بقينا دولة متسولة. بقينا دولة متسولة ببساطة. بقينا دولة مد إيدها، واللي بيمد إيده ما بيعرفش يطول لسانه ولا يقول كلام من عقله. اللي بيمد إيده بيقول كلام اللي عايزه، اللي بتمد له إيدك بتسمعه الكلام اللي هو عايزه. أنت فقدت ريادتك لانك خدت فلوس ودينت بلدك
وعملت مشروعات تافهه، فقدت ريادتك لانك رجعت ورا، فقدت ريادتك لان بيحركك محمد بن زايد، فقدت ريادتك لانك عايز مصر تبقى صغيره على قدك انت، لانك ما تقدرش تملى مكانه مصر الكبيره، لان بيك ومن غيرك مصر كبيره وعظيمه. دي الحقائق اللي لازم نقولها، ده الكلام اللي لازم الكل يسمعه. مصر وصلت اللي وصلت له ده بسبب عبد الفتاح السيسي، مش حد تاني. اخواتك التانيين اللي كانوا صغيرين دلوقتي شايفينك صغير لانك ما حافظتش على مكانتك، لانك سمحت لبعضهم يلعب في البلد. ولما قالها مرسي زمان اتريقتوا عليه، سمحت انهم يسيطروا على مصر. واحد خد الصحه، وواحد خد الاقتصاد، وواحد خد البنوك، وانت قاعد مدد ايدك وبتتفرج. ليه مستني منه انه يكبرك؟ انت اللي صغرت نفسك. مش عيب ان هو يكبر، العيب ان انت تفضل زي ما انت او تصغر نفسك. اللي عايز يحافظ على نفسه لازم يكبر بلده ويكبر شعبه ويكبر ناسه، انما اللي بيمد ايده بيفضل كده. دولة متسولة بتشحت لقمتها من اللي يسوى واللي ما يسواش. اللي ما يملكش قوته ما بيملكش قراره. الشيخ الشعراوي لو انتوا فاكرينها زمان كان بيقولها بلسان الفلاحين في مصر، اللي أكله مش من فاسه يبقى قراره مش من راسه. ليه؟ ليه بقينا تابعين؟ ليه بقينا يعني أو ليه بس؟ ليه بقينا في الحالة دي؟ صعب على الواحد يقول الكلام ده، بس الحقيقة دي حقيقة مرة لازم نقولها. ده كلام لازم يتقال زي ما هو، بس مش احنا المسؤولين عنه. ده فشل عبد الفتاح السيسي ونظامه. ده فشل عبد الفتاح السيسي ونظامه. تعال شوف بن سلمان. نيويورك تايمز ترصد تحولا في المساعدات الخارجية السعودية لا شيكات على بياض. الكلام ده قاله بن سلمان بشكل مباشر، وقاله عماد الدين أديب. دول كنت انت بتساعدها من الألم والكراسة، مش هتكلم عن حاجات تانية، كنت بتساعدها في يوم من الأيام ومش هسمي دول، ودلوقتي كبروا عليك. ودي الحقيقة، ما تزعلش، لازم تفوق وتتعامل مع الواقع. ليه؟ لأنهم نيموك، ضحكوا عليك وهم جريوا وصعدوا لفوق. ده يفسر لك ليه بعضهم ما كانش عايز مرسي ولا عايز ديمقراطية، مش بس شخص مرسي، ما كانوش عايزين الديمقراطية تنجح وتكمل، لأن واحد زي مرسي لما جاء، أول ما جاء وكان وراه شعبه قال كلام وبدأ ينفذه، قال لازم إيه؟ لازم نمتلك غذائنا، لازم نمتلك دوائنا، لازم نمتلك سلاحنا. فاكرين مرسي لما وقف وقال اللي بيطلب من غيره ما بيمتلكش ارادته؟ رجعوا يا جماعه اسمعوا خطابات الراجل ده، شوفوا فرحته وهو واقف وسط الغيط وهو بياخد خطوه في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مصر. شوفوه وهو بيحيي المصانع، وهو واقف مع الفلاحين، وهو بيحتفل بعيد العمال من مصنع الحديد والصلب اللي اتصفى دلوقتي. مرسي كان عارف قيمة المصنع، وكان بيقول الدول في أوروبا بتتوزن بحجم إنتاجها من الحديد. جاء عبد الفتاح السيسي المصنع اللي مصر كانت بتكافح عشان تعمله من سنة 43 صفاه بجرة ألم، مش باعه، صفاه بجرة ألم. اسمعوا مرسي كان بيقول ايه، وشوفوا السيسي بيعمل ايه عشان تعرفوا احنا رايحين فين، كنا فين وبقينا فين، ورايحين لمستقبل ما يعلمش بيه الا ربنا. اهو فاكرين الراجل ده؟ فاكرينه؟ الوقفه دي كانت لمين وفين؟ الوقفه دي لرئيس جاي من طين البلد دي، واقف وسط القمح وبيقول قدامنا 3 سنين ونكتفي من القمح، عشان ما تجيش كل دولة تزلنا شوية، عشان ما نجيش النهاردة بنشتري القمح، بنشتري قمحنا من الإمارات اللي هي أصلا دولة تعداد مساحتها كلها 83 ألف كيلو، بقت دولة سنة 71 أجرت عندك أرض، اشترتها، خدت أرض عندك، زرعتها وزرعت فيها القمح. أنت دلوقتي مش لاقي تاكل قمح، فبتاخد قرض من الإمارات عشان تشتري من الامارات قمح من الارض اللي هي واخدها منك وزرعها في بلدك. عايز فشل اكتر من كده؟ وترجع تقول مرسي فشل؟ يا عينك يا جبايرك. مرسي او اي حد كان في المكان ده بشكل ديمقراطي
كنا نعرف نقول له اه ولا وصح وغلط وينفع وما ينفعش. دلوقتي كل حاجه غلط وانت مش قادر تتكلم. الله يرحم محمد مرسي ويرحم ايامه. الله يرحم محمد مرسي ويرحم ايامه. ايه اللي السيسي قدمه للناس؟ قل لي 10 سنين قدم لكم ايه؟ كله كلام مرسل، كلام انشائي، استغلال للدين ولعب على مشاعر الغلابه. كان بيقول لكم ايه؟ اهو السيسي قال كده امبارح، الكلام اللي كان بيقوله السيسي ومركز فيه، ان شاء الله الدنيا هتبقى حلوه وربنا اهو. دايما بقول اطمنوا، مش عشان احنا موجودين لكن عشان انتم موجودين، وقبلنا كلنا في ربنا موجود وشاهد اننا بنعمل بجد في كل القطاعات. يا حج ان الله لا يصلح عمل المفسدين، وانتم مفسدين. بيقول الناس اطمنوا ربنا معانا وان شاء الله هنبقى كويسين. اي كلام، مش اي كلام ان احنا نعتمد على ربنا، حاشا لله. اي كلام بيقوله هو وخلاص، اي كلام، نفس الغباوة، نفس تحقير الناس واستغلال عواطفهم. مش عايز يفهم ان المرحلة اللي فيها الشعب كان بيقبل الكلام ده ما بقتش موجودة، خلصت خلاص. دلوقتي احنا رايحين في مرحلة اللي يجي على قوتي يبقى ناوي على موتي. اخيرا السيسي برضو بيكمل في طريقه في عسكرة البلد كلها، لان ده امله الوحيد، انه يحول البلد كلها لعساكر عشان يقدر يسيطر عليهم، ومحدش يجرؤ يحاسبه ولا يسأله ولا يطلب منه. ده اللي كان ظاهر امبارح. خبر يا جماعة معانا، السيسي الدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية هتخلينا نشوف ثقافة جديدة، عسكرة الدولة، عسكرة الدولة وبس، كله يبقى عساكر وكله بالامر وست استعد. عموما كفايه كده على السيسي. دي كانت ابرز التصريحات اللي حبيت اعلق عليها مع حضراتكم. واكيد السيسي خلاص يعني من هنا ورايح هيقرفنا وهيرجع يمسك الحديده تاني، واليومين الجايين دول هيفضل يطلع في خطابات كتير لغايه اما يعلن ترشحه، وبعدين يقعد يقول انا حلو وجميل وبصوا عملت لكم ايه عشان كده انتخبوني مره تانيه.